بن صقر القاسمي بتتويج الاخوان الفائزين بكأس رئيس الدولة وسيف سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم لجانب سموه سمو الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا الدائمة لميدان السوان وسمو الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي وسعادة محمد بن مردد المنسق العام لهذا المهرجان. أيها الإخوة يتفضل الآن سيدي بتتويج الكاس كاس رئيس الدولة إلى شوط الإبكار سمحة اللي فازت في سمحة لسعيد بن سهيل بن ذويب العامري. ألف مبروك ألف مبروك. وهذا هو الكاس اتجه إلى مدينة العين دار الزين وتنحدر من سلالة الخروف. شكرا لبن غصاب راعي الطيرة العامري أيضا على اهتمامه. أما شوط السيف سيف سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتوج وتوج به أيضا غياث المملوك لمحمد بن هضبان بن مبارك العامري. ألف مبروك. شوط السيف سيف يحمل أيضا اسم سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية. شكرا لسيدي سمو الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي على تفضل سموه بتتويج الإخوان الفائزين. شكرا لأبو سلطان سمو الشيخ جمال بن صقر القاسمي. شكرا لجميع اللجان العاملة. شكرا لمحمد بن مردد وأيضا راشد مطر المزروعي وجمال المسافري. إلى أيضا نعود بكم إلى 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 عربة النقل لإكمال ما تبقى من أشواط مميزة. وإلى هناك.